داك الشيء ديال اسكوبار الصحراء راه كان خطير. راه من عندكم خرج، راه ماشي من تفاهم التيك توك، راه اللي خرج من عندكم اخطر من التيك توك. التيك توك بعدا على الاقل المجتمع تيميز، راه هذيك هذاك القناه ما غنتفرجش فيها ما غنشوفهاش. داك التيك توك داك الشيء كتروج ديك السيده ولا داك السيد ما غنشوفوش، يقول فيه اللي بغا، انا ما غندخلش ليه ما غنشوفوش. ولكن نتوما فرضتوا على البلاد مسؤولين فاسدين، فرضتوا عليهم مسؤولين فاسدين، فرضتوا عليهم ناس تيقلبوا على الثروه، فرضتوا عليهم لصوص، استعملتوا البرلمان باش تحميهم. علاش كل اللي منعك انت كوزير العدل ولا كحكومه تقول اسيدي هادشي ديال الفساد كثير وبزاف وكذا وكذا، راه جايين باش نطبقوا. اذا هادشي راه لا يعقل. راه البلاد اليوم المجتمع ساكت. علاش؟ حيت مقدرين الظروف ديال البلاد والاكراه ديال البلاد والتحديات ديال البلاد ومستشعرين الخطوره ديال المسؤوليه. وحنا بلادنا فيها الاستقرار، فيها الامن، الناس كتخرج بخير وعلى خير، كتدخل بخير وعلى خير. بمعنى نحافظوا على هذا الشيء. كيفاش غتحافظوا عليه؟ ما يمكنش تحافظوا عليه وانتم كتطحنوا في الناس، ما يمكنش. باش تحافظوا على هذا التوازن، شنو هو التوازن في المجتمع؟ هو هذا، هو الجمعيات يدوي والصحافه تدوي والنقابات تدوي الاحزاب تدوي والمتغولين يدويو، وتنحافظوا على النوع ديال التوازن في المجتمع باش ما يختلش هذا التوازن. انتم كتدفعوا في اختلال ديال التوازن، ما يبقاش هذا التوازن. اذا كتعرضوا المؤسسات للخطر، كتعرضوا البلاد للخطر، دافعين البلاد الناس ما بقاش كيثق فيهم حتى واحد. اذا راه مشكله. اذا كيفاش بغيتي تمشيو؟ ما بقي لا تنميه لا والو، حتى غير فيضانات كانوا في الجنوب الشرقي وماتوا الناس وكذا. مدرسه وحده اللي كانت في واحد كذا دا مشات، وعلاش؟ واش تيكشف هذا الشيء؟ تيكشف ذاك التفاوت اللي بين المناطق، تيكشف عمق ديال البؤس والفقر اللي كاين في البلاد. الناس ما عندها حتى حاجه. الزلزال اللي كان في المناطق اخرى كشفت ذلك عره. النخب ديال الاحزاب السياسيه ديال الناس اللي كيسيروا في ليسان كيطوال، ها هما في لي زوتيل عندكم هنا في الرباط في مناطق اخرى، تيتلاقاو مع السبعه د العشيه الفوق، ها تيكميو السيكار وتيديروا اي حاجه وتينكتوا بينا حنا وتيقولوا غدا اش غنديروا معاه، اش غنديروا مع هادو تيغوتوا فلان تيغوت وديك الجمعيه وديك النقابه وداك الحزب وداك كذا وكذا وكذا. وتيتامروا على الناس وتيتامروا على المجتمع 50 مليار ديال الدرهم سنويا، هو حجم الفساد في البلاد. الناس اليوم شتي الاجهزه الامنيه في الفنيدق، دابا البوليس كله معمر الفنيدق. علاش؟ كاين بلاغ ديال الناس ما تحرق، بلاغ الناس زعما مش عارف الناس تقهرات ولا تيكتبوا، ماشي زعما كان الحريق بالسريه تيخبروا كيفاش يمشي بالليل يمشي بالليل يكون الضباب وكذا. دابا الناس دارت اعلان. اذا هذا الشيء تيحاكمكم انتوما، تيحاكم السياسات ديالكم، تيحاكم الفشل ديالكم، تيحاكم الجشع ديالكم. خليتوا بلاد مناطق بلا طرقان بلا قناطر بلا والو، قنطره ما قنطره ما حتى حاجه، شويه ديال المرابط قنطره كذاب، الطرق مغشوشه، المستشفيات الحاله ديالهم ديال الواقع ديال الصحه، راه كترقعوا ما كديروا حتى حاجه، كتجمعوا في الثروه. ملي كنقول لكم كتجمعوا في الثروه راه ماشي اتهام، راه حقيقه، راه حقيقه. راه مسؤولين منتخبين دايرين مقاولات من الباطن، تيعيط فلان تيقول لي دير مقاوله كذا كذا وبعيد عليه وكذا ومن تحتها. راه كاين مقاولات تأسسية البارح تلقاها خدات عرام ديال الصفقات، يلا في عمرها عامين ثلاث سنين. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.